بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في الفيديو ده عايز اجاوب على اكتر سؤال بلاقيه مؤخرا بيتسأل من الموبايل ديفلوبرز بالتحديد، سواء بقى فلاتر اندرويد حتى يمكن اي او اس كمان، او الترند اللي شاغل الناس، ايه احسن الام في في ام ولا الكلين اركتكتشر؟ طيب خليني اقول لك ان ايه الفرق اصلا بين الام في في ام والكلين اركتكتشر. طيب ام في في ام اختصار ايه؟ اختصار موديل فيو فيو موديل. لو انت بتسمعني وما تعرفش المصطلحات دي تولز او دي فايلز او دي لايرز بقدر ان انا اباصي منها الداتا. الموديل كلاس بتاعي الفيو موديل بياكت از انه الكنترولر او البريزنتر بتاعي، والفيو اللي انا ببرزنت او بعرض فيه الحاجه على السكرين اللي اليوز اللي الاند يوزر هيشوف الداتا او هيشوف اليو اي يعني. طيب ايه الكلين اركتكتشر؟ الكلين اركتكتشر هو طريقه تنظيميه للبروجكت بتاعي. طيب خليني بس اطرح نقطه مهمه جدا 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 الناس تبقى فاهماها. هل لو انا جبت لك ابلكيشن، انت كديفلوبر او انت كبروجرامر، انا جبت لك ابلكيشن سواء كان نيتف او فلاتر او ايا كان، وقلت لك خد الابلكيشن ده شوفه اهو، مش الكود لا، تشوف الابلكيشن بالموبايل نفسه، قلت لك تقدر انت تعرف لي الابلكيشن ده معمول كلين اركتكتشر ولا ام في في ام؟ اتحداك تعرف. انا نفسي مش عارف، ما اعتقدش ان في حد هيعرف. اذا اللي انا عايز اقوله ان الاثنين دول ايا كان اللي انت هتستخدمه فيهم، هو مش بيأثر على الكواليتي بتاعت البرفورمانس، قصدي مش بيأثر على كواليتي الاب النهائي اللي انت هتستخدمه، هو مش بيأثر الابلكيشن هيبقى سريع ولا خفيف، الاند يوزر مش هيحس بحاجه. يبقى اذا خلينا متفقين ان دي حاجه تنظيميه للديفلوبرز اللي هيشتغلوا، اللي هو سواء انت لوحدك او معاك تيم او انت في ناس بتديفلوب معاك. يبقى اذا الاند يوزر مش هيتاثر، يبقى اذا البرفورمانس سواء ام في في ام او كلين اركتكتشر هو مش هيفرق في حاجه. متفقين؟ متفقين. طيب امتى تستخدم كلين اركتكتشر وامتى تستخدم ام في في ام؟ ام في في ام بيبقى على سكيل البروجكتس الاصغر شويه، او لو البروجكت بتاعك فوق المتوسط وهيكبر الكلين اركتكتشر هنا احسن. ليه؟ عشان الكلين اركتكتشر بيعتمد على السيبريشن، ان هو بيقسم الدنيا، بيعزل اللايرز عن بعض. الكلين اركتكتشر بيتكون من مجموعه لايرز، البيزنس لاير، الدومين لاير، البرزنتيشن لاير. جوه كل لاير منهم بقى في نقدر نقول سب لايرز، او في شويه فولدرز. الدومين جوه الانتيتي واليوز كيسز، والديتا لاير جوه بقى الريبوستري والويب سيرفيسز او الاي بي اي كلاس والمودلز او ايا كانت التقسيمه، والبرزنتيشن فيه بقى الفيو موديل او الكيوبيت بتاعك او الكنترولر، وفي الفيو بتاعك. التقسيمه اللي انا قلتها دي ان جنرال كده 90% من الناس بيستخدموها زي ما انا قلتها. هتلاقي بقى في اختلافات، يعني تيجي تشوف مثلا فلان الهندي اللي بيشرح كورس مثلا على اليوتيوب عامل كلين اركتكتشر بطريقه غير فلان العربي السوري اللي بيشرح على يوديمي، اللي عامل كلين اركتكتشر مش عارف مقسم ايه. مفيش فرق عادي، يعني هو شايف ان دي انسب له، ما يعني ده مش احسن من ده، مفيش حاجه احسن من الثانيه. طب الام في في ام ممكن تلاقي بعض الناس برضو بتزود لايرز او بتزود حته زياده، مش هتفرق. القاعده او الخلاصه او انت تعمل ايه، سكيل البروجكتس المتوسط فيما تحت الام في في ام مناسب. الكلين اركتكتشر حلو بس هيبقى اوفر انجينيرنج شويه، او انت بتعمل اوفر كيل. لكن لو انت مش عارف البروجكت هيكبر ولا لا، اعمله كلين اركتكتشر وريح دماغك. الكلين اركتكتشر تقدر تعمله باكتر من اسلوب، انا بفضل اسلوب ان انت تعمله بير فيتشرز، وكل فيتشر جواها اللايرز بتاعتها. اللايرز بقى دي من جوه عايز تخليها ام في في ام، عايز تخليها اللي انت عايزه، مش هتفرق. يعني ممكن تخلي الام في في ام نفسه هو جوه لاير من اللايرز بتاعت الكلين اركتكتشر. يبقى الكلين اركتكتشر على سكيل البروجكتس فوق المتوسطه. الناس اللي شافت البلاي ليست بتاعتي بتاعت البلوك او الكيوبيت، انا كنت عاملها بستايل اقرب لكونو ام في في ام، اقرب منه ام في في ام لكونو كلين اركتكتشر. طيب الخلاصه عشان الفيديو ده ما يكبرش مني، النصيحه اللي انا عايز اقولها لك، غير ان انا قلت ان ده على السكيل المتوسط فيما تحت وده على السكيل ما فوق المتوسط والكبير، لو انت جبت بروجكت كبير قوي عملته ام في في ام مش هيبقى فيه ازمه، الاند يوزر مش هيحس بحاجه. انت كديفلوبر لو انا شفت الكود مش هقول لك انت وحش او الكود بتاعك وحش، لا، لو انت مقسم الفايلات صح والكود بتاعك كلين ومظبوط وبتراعي السوليد وبتراعي النيمنج كونفنشنز والدنيا عندك مظبوطه والفايلات مش كبيره والميثود صغيره والتسميه مظبوطه، انا مش هحس ان انا متضايق عادي. بس هقول لك كان افضل ليك انت عشان تاكسس الفايلز اسهل وعشان تعمل سيبريشن اوف كونسيرنز احسن، ان انت كنت تعمله كلين اركتكتشر، لكن ده مش عيب خالص. يبقى اذا مفيش واحد منهم احسن من الثاني، المهم ان انت تبقى فاهم اي واحد فيهم وبتطبقه صح، ومش لازم تمشي على طريقه حد 100%، شوف اللي يناسبك واللي بيتماشى معاك واللي انت فاهمه واللي انت حاسس ان هو انت لامم فيه الدنيا كويس والتيم اللي معاك مرتاح وفاهم للي هو بيعمله واشتغلوا بيه. مش مهم تقلد حد على الفاضي وتبقى انت بتعمل لايرز انت مش فاهمها او انت مش محتاجها، ده غلط. احيانا في بروجكت تبقى انت بتطبق الكلين اركتكتشر بس انت مش محتاج الدومين لاير، او تحديدا مش محتاج اليوز كيسز اللي جواه،
الريبوستري بيباص الداتا للفيو موديل دايركت، او الريبوستري بيباص الداتا للكيوبيت دايركت. انا مش محتاج اعدي ثرو اليوز كيس. في ساعات تانية عايز اقلل الاعباء بتاعه الفيو موديل او بتاعه الكيوبيت، فبحط اليوز كيس في النص حسب الكيس. مفيش قاعده، ما ينفعش اجي اقول لك بص دي احسن طريقه امشي عليها ابقى انا مش فاهم حاجه. القاعده انه مفيش قاعده، وانه حسب البروجكت امشي على اللي انت شايفه مناسب وصح. يبقى نقطه ومن اول السطر، مفيش اركتكتشر احسن من التاني. انا كعمر بفضل كلين اركتكتشر مظبوط هادي من غير اوفر انجينير داخل جوال ام في في ام. هعمل عنه بلاي ليست ان شاء الله، وهتكلم عنه في حاجات جايه. اليوز كيس او الدومين لاير حسب حجم البروجكت محتاج ده او لا. انا شغال ده بالنيتف اوريدي، وده اللي انا البريفيرد اركتكتشر ليا، واللي انا شغال بيه اوريدي يعني بشتغل بيه ديلي، وان شاء الله هتكلم عنه نيتف وهتكلم عنه فلاتر. لو حد عنده اي سؤال بخصوص الموضوع ده او عايز يطرح اي نقاش يكلمني. ده رايي في الموضوع باختصار. باي باي.